يذكر اسما شعبيا في لهجتنا العراقية لإحدى أغراض المطبخ. هاي مو ضرب، هاي كفخة. يلا اوكي. طاوة. طاوة؟ ايه. الطاوة يعني المقلات. ايه احنا نقول طاوة شعبية. طاوة. الطاوة يعني ايوة موجودة. الطاوة موجودة ولكن ليس افضل احتمال. ممكن تجاوبيني انت؟ القدر. القدر والقدر والجدر. الجدر هو الجدر. ايه الجدر. اضرب اضرب. جدرية. جدرية وافضل احتمال من الطاوة. خلينا نشوف اذا رجع ست آية. وتفضلي ملاك. بقلنا سؤال، بقلنا سؤال بسيط. بس انا طاوة عجبتني والله. طاوة بس اسم غريب. والبوتي. اي 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 طاوة. الله من يعرفها. هسه نروح على رانيا. انطيني اسم شعبي في لهجتنا العراقية لإحدى أغراض المطبخ. شمشه. شمشه؟ شمشه هاي اللي يشيلون بها الفتشي الشوربة الفتشي هيجي. اي بس خلينا نشوفها موجودة. شمشه. شمشه. طبعا موجودة. اي موجودة. موجودة. بس بالاستبيان ما ذاكريها وغلطانين. شمشه اصلا اسم غريب جدا. شمشه. خلينا نشوف ايش موجود. ما يخالف احمد. خاشوقه. الخاشوقه. خاشوقه موجوده. الخاشوقه موجوده. شنو معنى الخاشوقه؟ ملعقه الاكل. ها؟ ملعقه الطعام. ملعقه الطعام. من اين جاءت خاشوقه؟ تركيا. تركيا. برافو. تحيه اذا لاحمد. صح. خاشوقه مفرده تركيه دخلت على اللهجات المتعارفة وهي تعني الملعقة، ملعقة الأكل. قيصر انطيني اسم آخر. شفشير. شفشير. شفشير البلد. خلي نشوف شفشير. لا والشفشير هو أعلى احتمال. أعلى احتمال. ملاك شو تقولين؟ انطيني اسم آخر من الأسماء الشعبية بلهجتنا العراقية. ستشينة. ها؟ ستشينة. ستشينة؟ ستشينة. ستشينة يا ستشينة. فكي فكي الطحين. خطأ. أكو أشياء غريبة هي مثل الشفشير والطاوة وخاشوقة. ها وجدرية. شنهي بعد؟ طاسة. طاسة. بس هذا الخطأ الثالث. راح نروح إلى الفتلاوي بجواب واحد يأخذون الأجوبة مالتكم. خلينا نشوف ست حنان. مصفي. ها؟ مصفي مصفي. ها المصفي. المصفي. مصفي. اي ليش لا. وميثم. شطل. هذا الشطل اللي يسوون بيه البطارية. بس احنا عشاو كان نقول شطل يعني. ما هاي. قبق. 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 الآن الجواب يمك. كلهم لربما خطأ ولربما كلهم صح. وانت عليك ان تختار منهم او من عندك. هو سؤال انه باللهجه العراقيه اسم. نعم. هاي مثل جدريه يعني هو القدر. جيد. اي طاوه يعني مقلات. فاسم من هذه الاسماء باللهجه البغداديه الشعبيه نستخدمها بالمطبخ العراقي. شطل. شطل. خلي نشوف هل الشطل موجود لو ما موجود. شطل موجود.